الأطفال نازحون هربا من داعش إلى كردستان يعانون. تتكشف يوما بعد يوم التداعيات السلبية لتوسع الإرهاب ما بين سوريا والعراق. قبل الأزمات كانت الطفولة في أمان ورعاية، لكن كيف أصبح وضع الأطفال اليوم؟ هنا في إقليم كردستان في العراق، أطفال نزحوا من مناطقهم مع عائلاتهم هربا من المجموعات الإرهابية وتحديدا داعش، لكن المعاناة تلازم هؤلاء الأطفال خصوصا لناحية فقدان فرص التعليم. الأطفال ما راحوا على المدارس، ليش؟ ما فتحوا المدارس. هسه اكو بلادي القدادة الصف الأول، الثاني، الثالث، ما حد راح على المدرسة. يعني خطيه من الله، حتى بمدرسه ما فتحونا، ايش هاي حالتنا؟ ما حال هسه تاني انا بديم وديم من الساعه 5 الصبح افتح الدكان، اقعد بيا لي 12 بالليل، اعزل تالي العصر افتح دمتر لي 5 الصبح اروح اشتغل بتشينجول بيتنا، انا دينا نام بالمخيم. هسه فتحنا الدكان رزقنا على الله، الساعه 5 الصبح اقعد افتحها، الساعة 12 بالليل أسده. هسه أنا شلت بسنجار بصف الخامس، جيت هنا ماكو مدرسة، راح السنة علي. مشهد الأطفال في الشوارع أصبح طبيعياً، والسلطات الحكومية والمنظمات الدولية تجد صعوبة في استيعاب كل هذه الأعداد الهائلة وتوفير مقاعد دراسية، فأعداد العائلات وأطفالهم الكبيرة باتت تفوق القدرة الاستيعابية في المخيمات وسائر المناطق. الطلاب بسبب الظروف اللي نزحوا وسبب الظروف اللي مرت عليهم، الأغلبية من طلبتنا الأعزاء يعني تركوا الدراسة واتجهوا إلى العمل لسداد معيشتهم ومعيشة عوائلهم. رحلة النزوح التي طالت أمدها والتي أجبرتهم على العيش ضمن أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، تبرز مخاوف الجهات المعنية في الإقليم من دخول خطر انضمام الأطفال بحالهم الصعب إلى تنظيم داعش الإرهابي. عدم تردد الطلبة إلى مقاعد الدراسة وعدم وجود المعلمين أو الهيئات التدريسية بالمستويات الدراسية باستمرار مع هؤلاء الطلبة سيؤدي إلى عدة نقاط. أولهم الوضع النفسي المتدهور لدى هذا الطفل، فنفسيا سوف يتدمر، لا يعرف ماذا يفعل، وخاصة عندما يخرج إلى الخارج ويرى بعض الطلبة وجنطتهم الدراسية وسيارات تأخذهم وتأتي بهم وهو محروم، فسيحقد على نفسه، سيحقد على الحياة، قد لربما أن يلتجأ إلى بعض التصرفات الأخرى وقبول بعض المغريات من قبل البعض بأن وحقد الموجود على واقع الحياة اللي يعيش بأن يلتجئ إلى الأعمال العدوانية، لا بل أنا أقول ممكن أيضا أن ينخرط مع بعض العصابات الإرهابية ويصبح إرهابيا. سنوات تمر والأفق مغلق والميزان لا يزال يميل لصالح استمرار الحرب التي قضت على كل شيء.